الشباب عطاء يتدفق نحو الآمال وجناح يرفرف للسعادة. دنيا الشباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أصدقائنا الشباب ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع حضراتكم وبرنامج دنيا الشباب للوقوف بإزاء المواضيع والقضايا التي تهم الشباب. الموضوع الذي نتحدث عنه في حلقة هذا اليوم من برنامج دنيا الشباب موضوع في غاية الأهمية. ما هو الموضوع؟ الشباب والإدارة والتدبير المالي. طبعا الإرادة أو الإدارة بحاجة إلى الإرادة، إذا لم تكن هناك إرادة فلا تتحقق الإدارة. إذن الشباب والإدارة والتدبير المالي محور الحديث في لقاء دنيا الشباب فقط لهذا اليوم. نريد أن نتوقف عند تعريف التدبير المالي وضرورة الحديث عن هذا الموضوع بالنسبة لشريحة الشباب، والفرق بين الشاب الذي يكون ناجحا في تدبير شؤونه المادية والذي يفشل في إدارتها، وبالتالي كيف يمكن للشاب ممارسة التدبير المالي في الأزمات المتعلقة بالحياة كالمصروف الدراسي كالزواج وإقامة المشاريع الاقتصادية. أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب، يرافق النضوج الجسدي لدى مرحلة الشباب النضوج العقلي والفكري بعد أن ينفتح الشاب على الحياة ومتطلباتها، يخرج من دائرة اللامسؤولية التي أو إلى تحمل المسؤولية التي تفرض عليه من المجتمع، ليشعر بضرورة إدارة حياته الفردية، والتي تكون الإدارة المالية أو التدبير المالي من أهم مصاديق الحياة الفردية لدى الشاب. الإدارة بشكل عام في حياة الشباب هي ضرورة حتمية. عندما يقف الشاب أمام مسؤولياته الفردية والمجتمعية يفكر في طريقة أو مهارة ترشده إلى التعامل والإدارة الصحيحة لموارده المالية، ليصرفها بطريقة تلبي جميع حاجاته بل ويدخر جزءا منها لمستقبله. فهناك من الشباب الذين دخلوا ميدان العمل، وهناك بعض الشباب ما زالوا طلابا ويأخذون من أهاليهم المصروف اليومي. فكيف يقوم هؤلاء الشباب بإدارة أموالهم؟ ما هي الأولويات التي عليهم الإنفاق فيها؟ وما هي الأشياء التي لا تستحق أن يهدروا أموالهم ومدخولهم المادي عليها؟ هنا يدخل العقل، يدخل حسن التدبير، يدخل بعض الإجراءات التي طبعا تعلمها الشباب إما من النصائح الموجهة إليهم أو من تجارب الآخرين التي مروا بها. هنا يقف الشاب أمام هذه المسؤولية الحقيقية وهو يتساءل نفسه، كيف سأصرف هذا المدخول المادي وكيف سيكون هذا المصروف؟ إذن أصدقائنا الشباب، الإدارة ضرورية، التدبير المالي الصحيح هو من الضروريات الأكثر جدية في حياة الشباب، لأن يجعلهم يشعرون بلذة الإنفاق والصرف الصحيح والمنطقي في الحياة. إذن يبدو من الضروري أن نناقش المصادر التي بإمكان الشاب أن يحصل من خلالها على الثقافة الصحيحة لإدارة حياته والتدبير المالي، وكيف يبتعد عن التبذير بعد أن يؤمن بأنه مصاب به، لأنه البعض لا يؤمن بأنه مصاب بالتبذير لأمواله. تعالوا معنا لدراسة هذا الموضوع، ولا تنسوا أن تشاركوا معنا بأراءكم وتجاربكم وملاحظاتكم.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد أصدقائنا الشباب، الشباب والإدارة والتدبير المالي محور الحديث. في هذه اللحظة أصدقائنا نستمع إلى المقابلة التي أجريت مع الأستاذة الحاجة أم علي صفائي الباحثة التربوية من طهران، وهي تتحدث لنا عن هذا الموضوع التدبير المالي بالنسبة للشباب. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. اسمحوا لي ارحب بضيفتي الكريمه الاستاذه ام علي صفائي الباحثه التربويه من طهران. استاذه، سؤالي لحضرتكم هو: ما هو تعريفكم للتدبير المالي، وما ضروره الحديث عن هذا الموضوع بالنسبه لشريحه الشباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، يا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. طبعا هذا الموضوع جدا 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 مهم بالنسبة على الخصوص للشباب، وهذا الموضوع تقريبا 95% المجتمع مبتلين به من الشباب. طيب التدبير بمعنى شنو؟ التدبير بمعنى ترتيب، تنظيم أو حسن التصرف. هذا تعبير لغوي نقدر نقوله، لكن تعالوا للتعبير أو نقول إحنا المعنى الاصطلاحي أو المعنى العام اللي لازم نذكره، بمعنى الإنسان كيف يوازن بين دخله من دخول المال أو خروجه. يعني عنده دخل، وإيش قد دخله، إيش قد يكون وارد أو دخوله في هذا الدخل، وإيش قد يخرج من هذا الدخل. الموازنة في هذا الأمر كلش مهم بين دخله وبين صرفه. هو هنا يقع الاشتباه أو المشاكل اللي تصير في هذا المجال. طبعا الإنسان لازم من يتصرف حسب الأولويات. يعني أنا عندي مقدار وارد يجيني مثلا فد راتب، أو لا مو راتب، أنا شباب جامعي يجيني فد مقدار هسه من أبي، أو عندي عمل ويجيني فد مقدار من الأموال. هاي الأموال لازم يكون عندي حسن تصرف بها، أوازن بها. وهذه المشكلة نقدر نقول الأكثرية أو 90% اللي شنو عندهم دخل محدود، لازم يكون عنده حسن تصرف حتى يوازن بين اللي يدخل له واللي يصرفه أو يخرج من هذا الدخل. والإنسان الناجح هو ناجح في حياته اقتصاديا. يا بليش سيقول ليش يا بليش؟ يعني يعرف يوازن بين اللي عنده وبين اللي يصرفه. أول لازم يخرج أو إحنا نقول يصرف حسب الأولويات اللي عنده. مثلا الشباب، وهذه القضية مو بس للتاجر والموظف، نقول إحنا الطفل الصغير أو ربة بيت أو رب الأسرة، كلهم لازم يوازنون بالدخل اللي عندهم حتى يكونون من الناجحين اقتصاديا في حياتهم. يعني الشاب، نرجع إلى الشباب، الشاب إذا عنده فد مقدار يدخل له هذا المقدار، لازم يوازن. أول يصرف حسب الأولويات. يعني مثلا لازم أنطي أموال الجامعة، بعدين أنطي الكتب، بعدين الملبس، على قدر ليكون في إصراف على قدر اللي أنا أحتاجه. وبعدين تجي أمور مثلا مأكل، مثلا أمور ثانية اللي عندي. كل إنسان عنده فد ظروف نفسه خاصة. كل هذه من يصرفها لازم يفكر عندها فالدخل، يعني يجمع أو يخلي فالمقدار إحنا نقول إحنا في حدة، هسه يخليها بالبنك مع صديقة ماكو مشكلة، ما عندنا مشكلة وين. بس المهم ليس دخله صفر. إذا كان دخله صفر مثلا اللي يدخله واللي يخرج واحد، يعني بعد يبقى كل شيء ما عنده، هذا من هنا ما قادر يوازن وينظم ويدبر الأمور المالية. لأن أي ظرف طارئ يصير عنده في أي ساعة هو سبب له مشكلة وإحراج، وما عنده وصفر وكذا. إحنا عندنا مثال، يعني البعض نشوف عندهم بس كبار صغار عندهم أموال كذا، على ساعة صاروا صفر. ليش؟ يقولون ما يعرف يصرخ، الما يعرف تدابيره. هذا المثل العربي، حنطة تاكل شعيرة، صحيح؟ يعني شنو؟ يعني ما يعرف يصرخ. يعني مكان اللي ما لازم ينطي هالقد، هالقد ينطي بحيث دخله يخلص وهو يظل صفر اليدين. طبعا عندنا الآية الكريمة اللي تدل على هذا الشيء 29 من سورة الإسراء،
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني شنو؟ ولا تجعل يدك مغلولة، يعني لا تقبضها لإيدك تلزمها وما تنفخ، ولا هم تبسطها كل البسط. هنا شو يصير؟ هنا العدم التدبير، فتقعد شو يصير؟ ملوما، هم يلوموك وهم تتحسر على اللي كان عندك. هذا معنى المثل العربي اللي عندنا ما يعرف تدابيره. فإذا كل ما هنالك يجب أنه الوالدين من صغر الطفل يعلموه كيف يوازن باللي عنده، حتى وإن كانت يومية، يلطو يومية حتى لو كانت قليلة، يعلموه كيف يخرجها، كيف يصرفها ويخلي فالشيء القليل إلى بكرة. فهذا مهم أنه نتكلم به مع الشباب أو تعليمهم حتى شنو؟ حتى يتعلمون كيف يوازنون. وهي هاي المشكلة اللي الآن صادرة أو حاصلة بين الشباب والمجتمع صورة عامة. لماذا؟ لأنه صرفهم أكثر من دخلهم. وإن شاء الله الله يرزق الجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم، كانت معنا أم عليا الصفاية الباحثة التربوية من طهران، وشكرا جزيلا لك يا أستاذة أم علي لإتاحة الفرصة. نعم، شكرا جزيلا للأستاذة أم علي من طهران الباحثة التربوية في هذه المقابلة. أشارت إلى مسألة وضرورة أن يتعرف الشاب على طريقة الموازنة بين مدخوله المالي وما يصرفه في حياته، ف بالتالي يحتاج إلى حسن التصرف في يعني في هذه الموارد، وأن يدير الموارد بشكل صحيح وبحسب الأولويات. كلام الأستاذة أم علي ذكرتني بما يسمى بقانون 50-30-20. ما معنى هذا القانون؟ هذا القانون يرمز إلى أنه 50% يجب أن نخصص من الموارد المالية التي يحملها الشاب من أجل المصاريف الضرورية. المصاريف الضرورية هي عبارة عن مسألة المأكولات، الطعام، ومصاريف البيت الأساسية، مثلا الملبس باعتبار من المصاريف الضرورية، النقل من مكان إلى آخر سواء بالمواصلات العامة أو من خلال الصرف على السيارة الشخصية على أي حال. هذا 50% من المصروف يجب أن نخصصه لهذا المجال. 30% يجب تخصيص هذه النسبة للمصاريف الترفيهية الضرورية، يعني باعتبار الإنسان خاصة الشباب بالإضافة إلى المصاريف الضرورية فهو يحتاج إلى شيء من الترفيه عن الذات، مثلا أن يحضر مع صديقه في مثلا في مطعم، في مقهى، في ما إلى ذلك من الموارد الترفيهية الضرورية. هذا 30% و 20% يتم ادخار المال. إذا استطاع الشاب أن يعني يطبق هذا القانون 50-30-20 فهو بالتالي سيكون في طريقه لحسن التصرف في أمواله، في ما يصله من الدخل، ويستطيع أن يوازن بين دخله ومصروفه، وأن لا يكون في أواخر الشهر، طبعا إذا كان راتبه ووارده شهريا، أن يجلس محصورا كما ذكرت الأخت أم علي، الأستاذ أم علي، فيما جاء في الآية 29 من سورة الإسراء. تحية لكم طيب أصدقائنا الشباب، بانتظار آرائكم وملاحظاتكم. اسمحوا لي لكي أقرأ مشاركة الأخ الفاضل سيد علي الموسوي، يقول طبعا بعد الشكر لطرح هذا الموضوع، يقول الحقيقة رافقت صديقا تعلمت منه تجربة إدارة احتياجاتي المقرونة بالمصروف أيامها، أكتبها على الورق وحسب الأهمية ومقدار الاحتياج وأصرف حسب الأهمية، وكانت تجربة مستمرة ناجحة وعلمتها لأصدقائي وشكرا. شكرا جزيلا لك أخ علي الموسى. مسألة الك
كتاب. هذا إن شاء الله إذا صار مجال سنعود إليها ونناقشها إن شاء الله بالتفصيل. ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة. أحبتي في هذه المحطة نمر على آراء بعض الشباب وهم يتحدثون عن التدبير المالي وتجاربهم في هذا المجال. محمد مصطفى 33 عاما، موظف بالشهر العقاري، قائلا: تعودت أنا وإخوتي التوفير منذ الصغر، فقد اشترت لنا والدتنا حصالة نضع فيها بعضا من مصروفنا اليومي، ونقوم بفتحها كل عام لنشتري ما يلزمنا من الملابس الموسمية ومتطلبات الدراسة. وتؤكد نيرمين عاطف 26 عاما، مدرسة لغة عربية، على أن التوفير كان جزءا من حياتها لتشتري ما تحبه، ويرجع ذلك لأسرتها التي نمت فيها هذا السلوك. وتتفق رقي أحمد 29 عاما مع الآراء السابقة وتقول: منذ أن كنت في العاشرة من العمر فتح لي والدي دفتر توفير بالبريد، وكان دائما ما يدخر لي مبالغ صغيرة، حتى كبرت فأصبحت أوفر من دخلي كما علمني والدي. على العكس، مستمعينا الكرام، من التجارب السابقة يروي لنا قصته مع الادخار مراد محمد 33 عاما، مهندس، ويقول: نشأت في أسرة ميسورة الحال، لم يكن لدينا فكر التوفير، وعندما كبرت حاولت كثيرا أن أوفر، لكن للأسف كنت أفشل في كل مرة. وتقول أسماء رضا، ربة منزل: لم تعودني أمي على الادخار، ولم تحاول أن تدربني وتعلمني على الفرق بين الضروريات والكماليات، فعندما تزوجت واجهتني صعوبات كثيرة في إدارة ميزانية الأسرة، لكن مع المحاولات الكثيرة نجحت، وأصبح عندي ثقافة التوفير التي أحاول أن أغرسها في أولادي. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، وبانتظار آرائكم حول هذا الموضوع. أحسنتم، شكرا لعلياء على هذه الفقرة. كما يعني تابعنا أنه البعض من الشباب يقول بأن يعني هو بداية يقر بأنه لديه مشكلة فيما يتعلق بالإدارة المالية والتدبير المالي، لا يستطيع أن يكون ناجحا وموفقا في إدارة مصروفه، في إدارة دخله. لكن يقول بأن المشكلة ليست هي مشكلتي، المشكلة تعود إلى طريقة التربية التي تربيت فيها، مثلا الأب كذا، الأم كذا، المدرسة كذا، ويحاول أن يعني ينأى بنفسه عن تحمل هذه المسؤولية. طيب أخي العزيز، الشاب، الشابة، الآن مهما كانت هذه الأسباب التي ربما تعود إلى مسألة أيام الطفولة ومسألة التربية، هذه اجعلها إلى جانب. اليوم أننا كشباب مسؤولون أمام تحمل مسؤوليتنا وتحمل دورنا في ما يتعلق بإدارة ما إدارة الإدارة المالية والتدبير المالي. إذا يعني جعلنا أو حملنا الآخرين المسؤولية فالمشكلة لا تنحل. الآن إذا كنا نواجه هذه المشكلة فيجب أن نكون صريحين، نقول بأن البيئة، المجتمع، مواقع التواصل، الدعايات الكثيرة التي تروج، يتم ترويجها في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هناك ما يسمى بالتسويق المؤثر أو تسويق المؤثرين، يعني هناك شخصيات معروفة، ممثلين وما إلى ذلك، يقومون بعرض نمط حياتهم بحيث يعني يكون لدى الشاب الرغبة في أن يكون نفس تلك الحياة لنفسه أيضا.
طيب هذه كلها يعني أسباب ممكن أن يجعل الشاب يواجه مشكلة في إدارة الإدارة المالية أو التدبير المالي. لربما من أهم الخطوات التي يمكن أن تساعدنا من أجل أن نحصل على مهارة الإدارة المالية هي ما تفضل به أخونا العزيز سيد علي الموسوي اللي قرأت لكم مشاركته قبل هذه الفقرة. مسألة الكتابة حقيقة اليوم مسألة كتابة المشاكل، أن يكون للفرد دفتر مذكرات يكتب فيها ما يمر به في حياته. ومن أهم هذه المواضيع مسألة يعني الموازنة بين الدخل والمصروف. هذه المشكلة يعني الشاب اليوم أمامه الكثير من المشاريع، لأنه دخل إلى المجتمع وسيواجه مسألة العمل، يواجه مسألة الزواج، يواجه مسألة ما تبعات الزواج، الصرف على الأهل والأولاد وبالتالي البيت وما إلى ذلك، مصاريف الحياة، تعرفون مصاريف كذا. فإذا لم يكن يحمل هذه المهارة المطلوبة فهو سيفشل في الحياة، كما شهدنا الكثيرين من الشباب مع شديد الأسف يفشلون في إدارة حياتهم ويرجعون إلى الأب، إلى الأم، إلى سائر المصادر، وحتى إلى الطرق غير المشروعة من أجل الكسب المالي. إذن لا ننسى مسألة الكتابة، كتابة الأولويات كما يتفضل بها أخونا سيد علي، أن نكتب الأولويات وأن ندرس هذه الأولويات ونرى في أي مكان صرفنا المال، وكان من الممكن أن نصرف المال بطريقة أفضل وبطريقة أحسن، بحيث يعني نكون محسنين في تصرفنا في إدارتنا لما نجد أو ما نحصل عليه من الدخل. طيب ننتقل إلى مخرجة البرنامج حوراء ومن ثم نعود إليكم. هذا البرنامج دنيا الشباب، ونشكركم على هذه البرامج الشيقة والحوارات المثمرة. بما يخص المحور، أقول حقا أن حسن التدبير هو من أهم الأمور التي تزيد من البركة بالمال، عكس القوة والتدبير التي يكونان سببا بإهدار المال. في وقتنا الحاضر يتطلب منا أن نقتصد بإسراف المال لكي يكون لنا مجال كي ندخر بعض منه للحالات الطارئة التي ربما تحصل. فهنا يكون حسن التدبير هو من مقومات الحياة الصحيحة والصحية بنفس الوقت. طبعا هنا تحضرني هذه الرواية، أنه جاء رجل للإمام صادق عليه السلام يقول له: بلغني أن الإقراض والتدبير في المعيشة هو نصف الكسب. فرد عليه الإمام صلى الله عليه قال: لا، بل هو الكسب كله. فهنا يتضح لنا أن التنظيم والضبط والتخطيط الواضح للدخل والمصروف بما يتناسب إنفاقه مع الدخل، فإذا حسن التدبير المعيشة هو من أهم مقومات الحياة المعتدلة. وخاصة طبعا نحن جيل الشباب والشابات، علينا أن نتعلم ونعود أنفسنا بالدرجة الأولى لكي نتمكن من التدبير الدائم الذي يوصلنا إلى حياة مؤمنة ماديا، لكي لا نحتار إذا حدث طارئ ما يتطلب منا بعض المال. فالتدبير يجعل الإنسان ويعطيه فرصة لادخار بعض من المال حتى يؤمن ما يحتاجه بالمستقبل، وهذا حتما يكون بالاقتصاد وعدم الإسراف والتدبير. تحياتنا لخضراء الموسوي من العراق. شكرا للأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق. أنا أستلهم من مشاركتها بأننا نحتاج إلى موضوع جدا مهم، بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه من مسألة الكتابة، نحتاج إلى تصحيح الفكر، كيف نفكر، كيف هو نمط تفكيرنا، فهذا ما يملي علينا ونطبقه ونجسده في جوارحنا في سلوكنا. إذا كنا نعتقد بأنه كما تقول القاعدة: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، فهذه بلا شك قاعدة لا تنسجم مع العقل ولا مع القواعد العلمية الاقتصادية ولا حتى
مع نصوص القرآن. القاعدة: إذا كانت في ذهننا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن هي مسألة الوسطية، يعني لا نريد أن نقول أن الشاب عليه أن لا يصرف ماله إذا يحصل على مقدار معين من المال إلى مثلا مقدار معين من راتب خصص له مثلا الوالد أو الوالدة، أو يحصل من خلال عمل وهو إلى جانب مثلا الدراسة. هناك البعض من الشباب إلى جانب الدراسة يعملون. طيب، لا نقول بأنه اجعل كل هذا ما تحصل عليه من المال ادخره، لا، قلنا بأن هناك الشاب يحتاج إلى الترفيه، يحتاج إلى صرف المال على أي حال. هو يعيش في هذا المجتمع، وهذا المجتمع كما تشاهدون فيه الكثير من التقلبات، ربما مسألة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون. فكل هذه الأمور يدعونا إلى التأمل مليا والتفكر في مسألة الإدارة والتدبير المالي. وقلنا بأنه لا نضع اللوم على الآخرين على طريقة التربية والبيئة وما إلى ذلك. اليوم نحن مسؤولون أمام حياتنا وأمام مستقبلنا، فإذا لم نتقن مهارة الإدارة والتدبير المالي فسيكون الشاب هو الذي سيكون هو خاسرا. لكي لا يسقط الشاب في المحظورات والمتاعب المالية، لابد أن يتصرف بطريقة مدروسة، يضع له خطة مالية ويتصرف على غرارها. ومن الضروري أن يتلقى دورات التنمية البشرية بهذا المجال. هناك دورات يستطيع الشاب أن يدخل إلى تلك الدورات ويتعرف على الطرق والخطوات التي تعطي له هذه المهارة من أجل الإدارة الصحيحة والتدبير المالي. في أقل التقادير بإمكان الشاب أن يزور مواقع الإنترنت، في صفحات الإنترنت، ويجد أن هناك فيديوهات، هناك محاضرات من قبل المتخصصين في مجال التنمية البشرية، بالتالي يحصل على مبتغاه. لأهمية هذا الأمر يتحتم على الشاب أن يحدد وقتا وساعات معدودة كي يطور مهاراته بالتدبير المالي والاقتصادي والإداري لحياته. ولا ننسى بأن المناهج الدراسية سواء في المدارس، في الثانويات، في الجامعات، أيضا يجب أن يتم تخصيص مجال محدد من أجل تعليم الشباب على هذه المهارة، مهارة الإدارة والتدبير المالي. للمشاركة معنا في البرنامج اتصلوا بنا عبر الأرقام التالية 2201-3762 2201-3768 و2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. وأيضا عبر الواتساب 00989-93-88-70-50. نحن بأمس الحاجة إلى هذا الموضوع، وموضوع التدبير المالي وخاصة أثره على الشباب. حقيقة اليوم الإنسان هناك ضرورات في الحياة، منها المأكل، المشرب، وكذلك الوظيفة وغيرها. فلذلك هناك بعض الحاجات الأساسية للإنسان، وهناك بعض الحاجات التكميلية للإنسان. فالمفروض اليوم نركز على الحاجات الأساسية للإنسان، منها الصحة، منها السكن، منها الأكل، الشرب، والتربية، التعليم. هذه الحاجات الأساسية للإنسان يحتاج الإنسان أن ينفق فيها بعض الشيء من الأموال.
الأموال، أما هنالك بعض الحاجات اللي هي التكميلية للإنسان، فيفترض أنه نغدر أو نصرف الكثير من الأموال على الحاجات الأساسية للإنسان، وكلا بحسب حاجته وبحسب مقداره، وكذلك الجزء اليسير أو البسيط يصرف على الحاجات الكمالية أو التكميلية للإنسان أخرى. يعني حقيقة هنالك قول يقال أفضل المال هو المال الذي يصرف على العيال، وبارك الله في المال الذي يصرف على العيال أو أهل البيت. فحقيقة اليوم التدبير مطلوب، وخاصة وأنه حتى الآية القرآنية أو القول يذكر أنه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حيث هنالك موازنة أنه الإنسان عندما ينفق الأموال في حاجات غير ضرورية سيسأل عليها، أما في حال أنه يصرف أمواله في حاجات ضرورية سيهجر على هذه الحاجات، وبالتالي قد يكون صرف لهذه الأموال في المكان الجيد المخصص لها بشكل أمثل. إن شاء الله ندعو أبنائنا وشبابنا الشباب تسلح بالإيمان أن يعمل دائما على ترشيد نفقاته وأن يصرف الأموال، وهنالك لديهم وسائل تدبير كبيرة في صرف الأموال في المكان أو الحاجات الأساسية والرئيسية، ولا تصرف هذه الأموال في الحاجات التكميلية أو الكمالية. شكرا لكم مرة أخرى. شكرا جزيلا للدكتور منير من العراق، كان معنا عبر هذه المشاركة. والآن تنضم إلينا الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق. دكتورة شيماء السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا وعليكم السلام، صباح جميل عليكم وعلى كل مستمعيكم إن شاء الله. حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة دكتورة شيماء الحديث عن موضوع الشباب والإدارة والتدبير المالي. خلال البرنامج تمت الإشارة إلى موضوع طريقة التفكير لدى الشاب، هناك من يعتمد على القاعدة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هناك من يعني يعتقد عكس ذلك، يقول بأن أنه يجب أن لا يصرف يعني ما يحصل عليه من الأموال باعتبار أن الشاب أمامه مستقبل وسيملي عليه صرف الكثير من الأموال. إذن ما الحل وما هي الطريقة الصحيحة في التعامل؟ يبدو أن هناك خلل في الاتصال دكتورة شيماء عبد العزيز، إذا لا بأس بإعادة الاتصال بدكتورة شيماء عبد العزيز حتى يكون الصوت واضح. نعم لا بأس بأخذ فاصل اضطراري ومن ثم نعود إليكم. مهارات للنجاح. مستمعين الكرام أجمل تحية لحضراتكم. أحبتي في هذه المحطة لابد لنا أن ندون بعض الإرشادات التي تمكننا من إنجاح عملية التدبير المالي، ومنها: من الأفضل أن توفر من راتبك أو مصروفك بالقدر المتيسر، واحذر من البخل والتقتير على الإطلاق، فالتدبير أمر والبخل أمر آخر، خصوصا على أهلك وأسرتك. إذا كان دخلك مرتفعا فحاول أن تدخر ما بين 15 إلى 20% من دخلك حتى تستطيع أن تحقق طموحاتك العالية. الأنسب ألا توفر بل سدد الديون والقروض أولا. من الأفضل أن تضع أول هدف للتوفير هو شراء البيت أو أي عقار آخر قدر المستطاع. من الذكاء أن لا تكن استهلاكيا فحسب دون الاستثمار أو التفكير في زيادة الأموال، فالاستهلاك والصرف آفة المال. وأخيرا الأنسب أن تجدول مصروفاتك وتحذر من الإنفاق العشوائي. شكرا
لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب. مرة أخرى أشكر زميلة عليا على هذه الملاحظات وأنتقل مرة أخرى إلى أصواتكم ومداخلاتكم. معنا أخونا العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا بمشاركة صوتية. تحية لك الأستاذ أمير. التدبير المالي يختلف من شخص إلى آخر. أولا إذا أنا كنت موظفا طبعا سأبقي قدرا من المال من راتبي للظروف القادمة، وأن لو شابه الغير في شراء سيارة أو تغيير أساس منزل أو الموضة. ثانيا باختصار إذا كان عندي دكان لا أدين الناس، أمشي الدين. الدين هو الذي يحطم الدكان أو أي شركة. وثالثا إذا كان عندي شركة مثلا أو سموه عندنا المول في البضاعة الجيدة تكون عندي وثمن مقبول لبيع الناس وعدم الغش حتى ينجح هذا المول أو تنجح هذه الشركة. بإضافة إلى ذلك مراقبة العمال بشدة، لأنه التراخي في مراقبة العمال قد أيضا يخرب أو يهدر مال الشركة. وأخيرا بعد وأخيرا الدين، إذا كان عندي مثلا ما اشتغلت لكن عندي فلوس وجالس في البيت، الكل الذي يعرفني يجي عندي ويقول أعطيني دين، وهذا الدين إذا أنا دينتهم فهم لا يسدون الدين فأصبح فقيرا. وشكرا لك أستاذ أمير. أحسنتم بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا على هذه الملاحظة. طبعا لحد الآن لم نتمكن من الاتصال بالدكتورة شماء، على ما يبدو الخط فيه مشكلة، وأيضا لم نتمكن من التواصل مع أي ضيف آخر عزيز آخر خبير آخر، باعتبار الموضوع جدا مهم ولربما هو الضيف يعني يصعب عليه أن يتحدث في هذا المجال، ربما لديه فشل في التجربة. على أي حال إذا كان هناك أحد من الخبراء الأعزاء مستعد لكي يتحدث عن هذا الموضوع أو ربما يقدم لنا تجربته في الإدارة والتدبير المالي، فالمجال مفتوح لدقائق معدودة. سلام لكادر دنيا الشباب. وبالنسبة للموضوع أقول حقيقة أن حسن التدبير مهم للغاية طبعا، لأن حسن التدبير حتما يحتاج إلى معرفة بكيفية التدبير والعمل به، فدائما تنظيم أمور الحياة ويجعل الإنسان يعرف كيف ينمي حسن التدبير في ذهنه أولا ومن ثم العمل عليه، وخاصة إذا كان هذا الشخص شاقا فتكون طاقته مفيدة، ولكن أيضا يحتاج إلى أخذ الخبرة بمن أكثر خبرة ومن مر بتجارب ناجحة، لأن حسن التدبير يجعل الفرد كيف دخر بعض المال لأمور الحياة التي قد تحدث. فبالإسراف الكثير والتبذير لا يستطيع الشخص أن يحسن التدبير وتنظيم أمور المصروف. لذلك حسن التدبير إن أنا أعتقد بل وأؤكد أنه يحسن المعيشة بكل تفاصيلها. مع شكري جزيل لكم أخذكم دينا حسن الأراء. شكرا جزيلا لأختنا العزيزة زينب من العراق. أيام زمان عندما كنا نقدم البرنامج مع الزميل سيد أحمد نجف كان يطرح نظرية علمية هو لربما عمل عليها كثيرا وقد سماها نظرية عمو أحمد، هذا ما أتذكره. كان يقول بأن هناك الفكرة
ومن ثم السلوك ومن ثم الثقافة، يعني الإنسان يتفكر بطريقة خاصة، هذا النوع من التفكير يؤثر في سلوكه، وهذا السلوك سوف سيكون بالتالي ثقافة يعمل عليها الشاب. فلننظر إلى طريقة تفكيرنا، كيف نفكر؟ هل نحن من أصحاب الإسراف أم لا، من أصحاب عدم الإنفاق، عدم الإنفاق في أي مجال، بل الادخار كليا أم لا؟ كان بين ذلك قواما بحسب التعبير القرآني. أصدقائنا الشباب، في الدقائق الأخيرة من البرنامج علينا أن نجمع أطراف الحديث. هناك من يقول بأنه على الشاب أن يدخل دورات كما أشرنا، أن يقوم باستشارة أصحاب يعني هذه المهارة أو المتخصصين في مجال التنمية البشرية. طبعا هذا الشيء أيضا مطلوب ومفيد، ويقرب الإنسان إلى مسألة أن يحسن التدبير المالي، ولكن لا ننسى مسألة طريقة التفكير. يعني إذا وجدنا أن هناك شاب مبذر، هناك شاب مسرف، هناك شاب لا يفكر لمستقبله، كل ما يحصل عليه ينفقه من دون أي رادع ومن دون أي تناسب مع ظرف حياته ومع ظرف مكانته الاجتماعية، هذا يجب أن يعود إلى طريقة تفكيره وإلى أن يصحح طريقة التفكير في حياته، الفكرة، السلوك، الثقافة. أريد أن أقول بأن القرآن الكريم هو الذي أعطانا الطريقة الصحيحة في مسألة الإنفاق والإدارة المالية. الآيات المباركة التي في بداية البرنامج أشير إليها، وأريد أن أشير إلى هذه الآية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لا إسراف ولا الإقتار، وكان بين ذلك قواما. تظهر الأهمية الكبرى للتوفير والادخار مستقبلا، لأنهما وسيلتان لتحقيق أحلام المستقبل، سواء في بناء الأسرة، في شراء المنزل، أو لادخار مال معين من أجل الحصول على منزل ولو مؤقت، المعيشة الهانئة والاستقلالية المالية. المهم أن يكون الإنفاق وسطا، أو في الحالة الوسطية بين حدين، بين حد الإسراف وبين الإقتار. لا إسراف فيدخل صاحبه في المبذرين، وكما تقول الآية المباركة، إن ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا تقتير فيصير به مانعا، ممسكا، بخيلا، وهذا ما يسمى أيضا بسوء التدبير. فنحتاج إلى الوسطية، نحتاج إلى الاعتدال في الأمور، خير الأمور أوسطها. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم، وأيضا مشاركاتكم الجميلة وتجاربكم المفيدة إن شاء الله. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.